29 مباراة قدامنا على الشاشة اهو. النادي الأهلي المركز الثاني بلعب من 22 مباراة 54 نقطة. يعني النادي الأهلي كسب 17، بيراميدز كسب 20، بيراميدز خسر ماتش واحد بس، النادي الأهلي خسر ماتشين. النادي الأهلي أقوى على مستوى الهجوم 52 هدف، بيراميدز 45 هدف. النادي الأهلي بيراميدز أقوى على مستوى الدفاع، استقبل 17 هدف بس، النادي الأهلي استقبل 20 جون. النادي المصري في المركز الثالث 51 نقطة، مودرن سبورت في المركز الرابع في 44 نقطة، سموحة المركز الخامس 42 نقطة، إنبي بعد كده في المركز السادس ب 42 نقطة، الزمالك في المركز السابع برصيد 41 نقطة، زد في الثامن، بعد كده سيراميكا التاسع، الاتحاد السكندري العاشر، الطلائع الجيش ال 11، البنك الأهلي ال 12، الجونة ال 13. نيجي نبص برضو على مراكز الهبوط تحت، هنلاقي مثلا من اللي هم بينافسوا على الهبوط. هو أنت نقدر نقول البريك بو نقطة الأمان اللي هي كام؟ 35 ولا 36؟ هتبقى من 34 أو 35. 34 أو 35. لا ليه؟ لأنه الداخلية البلدية تحت 23. فاضل له كام ماتش الداخلية؟ خمسة. لا الداخلية والمقاولين نزلوا، يعتبر شبه نزلوا يعني. لا 15 على 19 34. 34. لكن مين الثالث بقى بتاع البلدية؟ هتحسب على البلدية. فاضل له كام ماتش؟ خمسة برضه. فاضل له خمسة، 15 و 23. 23 يعني 38. ما هو مش هيكسب الماتشات كلها، مش هيكسب يعني، بس اهو قول مثلا هيكسب، يعني يكسب ماتشين ولا حاجة أو ثلاث ماتشات مثلا. أنا أعتقد الأمانة الداخلية أوت. يعني الداخليه او المقاولين يعني او لا، بس المقاولين لسه عنده ميزه، المقاولين لعب 27 لعب 27 فلسه عنده متنفس، بس هتلاقي منهم ماتش مع النادي الاهلي وماتش ما هقول لك حاجه إن أنا صح، بس عارف ان مثلا يعني هو اقرب واحد ليهم فاركو. النادي الاسماعيلي اعتقد النهارده لو كان مثلا طلع بتعادل ايجابي من نادي الزمالك كان هيبعد سنه. الاسماعيلي محتاج يكسب ماتش. انا معاك الاسماعيلي محتاج يكسب ماتش كمان عشان يقعد في الدوري، يعني يضمن هات لي الجدول تاني يا سمير لو سمحت. الاسماعيلي الاسماعيلي محتاج يكسب ماتش 31 نقطة. نجيب الجدول حتى تاني نلاقي الاسماعيلي في المركز ال 14 يكسب ماتش وتعادل ماتش. لا ماتش يعني الاسماعيلي لو كسب ماتش هيبقى 34، بس وحش هي ان هو يبقى اربع ماتشات ويخسر ثلاثة، يعني وحشة. لكن المنافسة هتبقى من بين البلدية وفاركو في اخر دقيقة، يعني لاخر لحظة، بس فاركو برضه لو كسبت ماتش هنا الجونة في ال 13 عنده 32 لاعب كام؟ لاعب 30 لاعب 30 فاضل له 4 فاضل له 4 ايوه 4 البنك اعتقد لو بتلعب 34 البنك يكسب ماتش خلاص يبقى يبعد البنك الاهلي يكسب ماتش واحد من الخمسه يبعد خلاص يبعد. عنده كام نقطه؟ عنده البنك الاهلي 33 33 لا 36 اعتقد هيبقى خلاص شكرا. هي واللعبه هتبقى بين فاركو والاسماعيلي والجون، بس هو طبعا هم محتاجين يعني الاسماعيلي جون 32 محتاج يكسب برضه، محتاج يكسب ماتش من الاربعه محتاج، لانه خاصه بقاله ثلاث ماتشات بيخسر. صحيح برافو عليك. يعني الاسماعيلي بيمر بحاله برضه ايه مش بعد ما كان بدا بعدين بدا يرجع تاني يخسر، خسر بصراحه اسلوب لعب الفريق كله معتمد على ابراهام مجدي. يعني بكل امانه مفيش ولا هجمه يا كابتن يعني بيطلعوا بيها نص ملعب المنافس اللي لازم تروح لعبد الرحمن مجدي، وده بيخلي طبعا المنافس لو واحد وحش في الماتش هتبقى بس هقول لحضرتك برضو على حاجه بالنسبه لحته اللوائح في حته ايه، ان الانديه مثلا اللي بتتاهل لدوري الابطال وبتتاهل الكونفدراليه، يعني مثلا نادي زي مودرن سبورت ونادي المصري الثالث والرابع يعني هم برضو الامبي، نادي امبي مثلا كان بيشتكي كان عايز يبقى في الكونفدراليه، هو نهى الدور الثاني وهو دلوقتي في المركز السادس، يعني فاهم اوحش حاجه ان احنا بنكمل الموسم على 8 و9 على شهر 8 وشهر 9 وتلاقي ان فرق مثلا واخدت الثالث او خدت رابع وتلاقيها ما لعبتش افريقيا. ما ايه الحل يا سيد؟